يلا نطلع مع بعض. إذن هو المنوال هو مركز الفئة اللي هي عبارة من 60 لـ64، وكمان المنوال هو مركز الفئة 75 لـ79. يلا كيف بطلع مركزها هاي الفئة؟ حكينا بجمع الحد الأدنى زائد الحد الأعلى وبقسمه على 2، 60 زائد 64 اللي هي عبارة عن 124. 124 لما أقسمها على 2 بطلع 62. 62. طب نطلع مركز الفئة الثانية، 75 زائد 79. 75 زائد 79 بيطلع 4 باليد واحد، يعني 7 و7 14 و1 15، معناته 154. 154 مجموعهم، لما أقسم 154 تقسيم 2، يلا 15 تقسيم 2 7، بزيد 14 بزيد 1، 14 تقسيم 2 اللي هي برضو 7، 7 بـ7 14. إذا كم مركز الفئة الثانية اللي هو 77؟ كيف جمعت 75 زائد 79 طلع 154، قسمها على 2 طلع 77. إذا المنوال لمركز الفئة الأولى 62، والمنوال لمركز الفئة الثانية اللي هو عبارة عن 77. إذا تعرفنا كيف نطلع القيم، المنوال لقيم عادية حكينا بنشوف شو القيم الأكثر تكرار بكون هو المنوال. طب إذا كان جدول تكرار ذي فئات بتكون الفئة الأكثر تكرارا المنوال إلها هو مركز هاي الفئة، إذا مركز الفئة الأكثر تكرار. طب هلأ بدنا نشوف الفكرة الثالثة من هذا الدرس، إني أطلع المنوال لما يكون في عندي رسمة، هاي الرسمة أو رسم بياني للتوزيع التكراري. يطلع عندي في مثال رقم 2 صفحة 129، في مثال رقم 2 صفحة 129 بكون عندي رسم بياني للتوزيع التكراري ما بين مركز الفئة وما بين التكرار، يعني بكون عامل لي رسم بياني للخط الأفقي اللي اسمه مركز الفئة والخط العمودي اللي هو عبارة عن تكرار. سهل كثير وبسيط، بروح شايف هاي الرسمة البيانية باللون الأحمر، بروح أعلى إشي فيها على القمة، شايف هاي القمة، بروح أعلى إشي فيها، هذا الرسم البياني بروح بحكي لحالي وين أعلى مكان فيها، يعني بروح عند القمة بحط خط صغير عند القمة. هاي القمة اللي هي التكرار عندها تقريبا 9، معناته هي أكثر قيمة مكررة اللي هي 9، بنزل خط عمودي على الخط الأفقي إلها. إذن بروح على أعلى مكان في القمة، ومن أعلى مكان في القمة بحط خط صغير وبنزل خط عمودي على الخط الأفقي. شايف وين تقريبا قطع هذا الخط الأفقي؟ وين؟ عند 17 تقريبا، عند 17. معناته مشوية حكينا المنوال هو مركز الفئة الأكثر تكرارا، إذا كم المنوال؟ ما هو بعبر عن مركز الفئة، إذا المنوال هو عبارة عن 17. إذا بحكي له تقريبا المنوال يساوي 17. إذا بروح على أعلى مكان بنزل خط عمودي، بشوف الخط العمودي وين قطع مركز الفئات، بيكون هو عبارة عن المنوال. طب نفتح كتابنا يا مس على صفحة 130، برضو خلينا نيجي نحلها مع بعض. هطلع عندي تدريب رقم 2 الموجود بصفحة 130. تدريب رقم 2 الموجود بصفحة 130 برضو نفس الشيء، رسم بياني بوضح العلاقة ما بين مركز الفئة على الخط الأفقي وما بين التكرار على الخط العمودي. حكينا شايف بروح على المنحنى على أعلى مكان فيه، وين الرسمة؟ مس هاي الرسمة باللون الأسود. طلع عندي هاي الرسمة باللون الأسود كأنها اقتران ثابت، كأنه خط ثابت ماشي، وين أعلى مكان فيه؟ أعلى مكان فيه ما في، مس كله نفس المستوى، معناته موجود عندي أعلى مكان في هاي الرسم ما في. بما أنه مش موجود أعلى مكان أو أعلى قمة معناته لا يوجد منوال. مش حكينا قبل شوي من الرسمة، بروح على الرسمة، الرسم البياني، بشوف باخد القمة إلها وبنزل خط عمودي. طب هاي الرسمة مس في إلها قمة؟ يعني في إلها ارتفاع؟ ما في إلها ارتفاع، كلياتهم نفس التكرار، كلهم نفس الخمسة، كلهم نفس التكرار اللي هو عبارة عن 5. يعني هاي الفئة مركز الفئة تكررت 5 مرات، وهاي الفئة تكررت 5 مرات، وهاي الفئة 5 مرات، وهاي الفئة 5 مرات، وهاي الفئة 5 مرات للأخير. حكينا المنوال هو مركز الفئة الأكثر تكرار. في فئة من هاي الفئات تكررت أكثر إشي؟ لا،
كلياتهم نفس التكرار. طب شو يعني كلياتهم نفس التكرار؟ معناته ما في عندي فئة اعلى تكرار. طب بما انه ما في فئة اعلى تكرار معناته لا يوجد منوال، لانه المنوال هي الفئة الاكثر تكرار. بما انه لا يوجد فئة الها اعلى تكرار معناته لا يوجد منوال، لانهم الهم نفس مستوى الارتفاع يعني نفس التكرار. بناء على الحكي بكون انتهى درسنا كامل. المنوال نيجي نحدد الواجب البيتي مع بعض. الواجب البيتي يا ثامن. هلأ زي السؤال رقم واحد بصفحة 131 كتير حلنا منه، فما بدنا نرجع نكرر نفس الطريقة مرة. أنظم بيانات من 10 إلى 15 وفرع جيم أنظم بيانات من 10 إلى 19. حلينا كثير أمثلة التمارين السابقة على نفس الطريقة. فبدي الواجب البيتي عبارة عن السؤال الثاني بصفحة 131 زائد السؤال الثالث زائد السؤال الرابع اللي بصفحة 132. إذن السؤال 2 والسؤال 3 والسؤال 4 من صفحة 131 وصفحة 132، ويعطيكم ألف عافية.